بعدما كان منصب مدرب المنتخب الوطني الأولمبي شاغرا لمدة 32 شهرا كاملا في أعقاب رحيل المدرب عز الدين أيتجودي الذي فشل في تأهيل زملاء بالليل إلى أولمبياد لندن 2012، أسندت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مهمة قيادة المنتخب الأولمبي للمدرب السويسري أندري بيير شورمان على أمل النجاح في قيادة الخضر للمشاركة في أولمبياد 2015 المزمع إجراؤها بريو دي جانيرو في البرازيل. شورمان صاحب 54 عاما قضى فترة معتبرة في المديرية الفنية السويسرية، كما سبق له أن أشرف على مختلف الفئات الصغرى للمنتخب السويسري ونجح في قيادة تشكيلة أقل من 17 سنة بالتتويج باللقب الأوروبي سنة 2012.